ندخل بقى في اخبار الاهلي على طول، ونروح لمستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الاهلي، اللي قرر ان هو يمنح اللعيبه راحه سلبيه من التدريبات بكره يوم الاحد ان شاء الله، وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين، طبعا في ظل ضغط المباريات زي ما كنت بقول لحضراتكم كل 3 ايام مباراه الفتره اللي جايه. المفروض الفريق يستأنف تدريباته بعد بكره يوم الاثنين علشان يستعد لمواجهه النصر اللي جايه. كمان موسيماني عقد جلسه مع الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق علشان يطمن على حاله المصابين، ودايما الجهاز الفني بيبقى فيه كده تقرير دوري بيتسلمه عن الحاله الطبيه للاعبين المصابين علشان يطمن عليهم، علشان كمان يشوف اخر تطورات برامجهم التاهيليه. الاهلي زي ما حضراتكم عارفين خاض تدريباته النهارده الظهر على ملعب التاتش بالجزيره من غير ما يحصل على اي راحه بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف امبارح في ختام منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وبيستعد بقى الاهلي علشان يخوض عده مواجهات مهمه في المنافسات المحليه. هتبدا بالنصر يوم الاربعاء اللي جاي في اطار منافسات دور ال 32 بمسابقه كاس مصر، ويهمنا جدا زي ما قلنا ان احنا نشوف الفريق بشكل مختلف لانه الفتره اللي جايه كلها ضغط مباريات. انا اعتقد انه مستر موسيماني هيدي كل الناس البعيده ماتش النصر، يعني اعتقد تخيلي ده مش دي مش معلومه يعني، ولكن ده دي وجهه نظر اكتر، انه اعتقد انه الاهلي زي ما كابتن سيد كان بيتكلم عنده ماتش كل 72 ساعه، ومن بعد ماتش النصر كلها ماتشات تقيله جدا، اولهم طبعا ماتش الزمالك، كل سنه وحضراتكم طيبين، طبعا حتى ماتش النصر هيبقى تاني ايام رمضان ان شاء الله باذن الله، كل سنه وحضراتكم بالف خير. كل سنه وانت طيب، كل سنة وحضراتكم طيبين. بالمناسبه ماتشات في رمضان هتبقى يعني في معظم الاحوال هتبقى بتوقيت القاهره الساعه 9:30 مساء. خليني اطمن حضراتكم على لعيبه النادي الاهلي. محمد هاني، الكلام ده طبعا يعني زي ما اكد كابتن سيد عبد الحفيظ، قال ان الفحوصات الطبيه اثبتت اصابه محمد هاني طبعا بشد في العضله الضمه، والاكيد انه محمد هاني مش موجود مع الاهلي في ماتش النصر ان شاء الله في دور ال 32 في الكاس. كمان كلم كابتن سيد انه هاني هيخضع لبرنامج تاهيلي وعلاجي طبعا تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق عشان يتم تجهيزه للمرحله اللي جايه، وفي اغلب الظن برضو تقديريا كده هاني ان شاء الله يكون جاهز في لماتش الزمالك ان شاء الله باذن الله. ناصر ماهر، خدوا بال حضراتكم، ناصر اتقال عليه كلام كتير قوي اليومين اللي فاتوا. اي حاجه صغيره جدا في الاهلي، حضراتكم عارفين جماهير النادي الاهلي حجمها عامل قد ايه، وانه انك انت تعمل خبر يشد انتباه الجمهور ويجيب فيوز ويجيب لايك ويجيب شيرز، ده بيترجم عند ناس كتير بفلوس كتير قوي، فسهل جدا انك انت تاخد خبر صغير كده وتعمل حواليه بابل، تعمل حواليه هاله كبيره جدا ويبقى كالنار في الهشيم زي ما بيقولوا. ايه اللي حصل مع ناصر ماهر؟ يعني بالونه اعلاميه ليس لها اي اساس من الصحه، وناصر موجود ان شاء الله النهارده، كان يمكن عنده تمرين مع النادي الاهلي اكتفى فيه ناصر ماهر بالتاهيل، ما شاركش في التدريبات الجماعيه اللي اتلعبت على ماتش على ملعب التتش، لكن ناصر عنده نزله برد خفيفه جدا وهي اللي كانت السبب في عدم مشاركته في التدريبات. هيعمل بعض التدريبات، ليه برنامج تدريبي عشان يتم تأهيله بشكل كبير في الجيم قبل ما يدخل بقى في التدريبات البدنية، هيبتدي بالجري حوالين الملعب، وهو كان موجود النهاردة في النادي وخضع لبعض الفحوصات الطبية عشان يتم الاطمئنان على حالته. معلول بنسبة كبيرة جدا بعيد، وحتى لو يعني رجع أو بقى جاهز للمشاركة في التدريبات أعتقد أنه حالته الفنية مش هتسمح أنه يكون موجود في ماتش الزمالك، ولكن في جميع الاحوال في يعني احنا امبارح الحقيقه برضو من ضمن ايجابيات ماتش امبارح ربيعه وباكا، الحقيقه الاثنين قدموا مباراه رغم ان هم بعاد بقى لهم فتره كبيره جدا، لكن ربيعه امبارح كان يعني في مستوى كويس جدا، واعتقد انه عوده طويله جدا بعد غياب، وباكا كمان الحقيقه قدم مباراه طيبه جدا، واعتقد انه الفتره اللي جايه ومع ماتش النصر كمان هيتم تجهيز عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي. نروح للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طبعا، اللي هيعقد مؤتمر صحفي بكره الساعه 11 الصبح علشان يعلن عن كل التفاصيل الخاصه بالمشروع التعليمي المشترك بين النادي الاهلي والجامعه الامريكيه، وده بيجي طبعا ضمن الدور المجتمعي للنادي واللي قبل كده اشار ليه مجلس الاداره في برنامج عائله الاهلي. هيحضر المؤتمر السيد فرانسيس ريكاردوني رئيس الجامعه الامريكيه، ولفيف بقى من قيادات
سيدات الجامعه المصريين وكمان الامريكيين، وعلى راسهم الدكتور ايهاب عبد الرحمن نائب رئيس الجامعه الاكاديمي، والدكتور شريف كامل عميد كليه اداره الاعمال بالجامعه، وكمان اعضاء مجلس طبعا اداره النادي. الكابتن محمود الخطيب خلال المؤتمر ده هيقوم بالاعلان عن اطلاق المشروع التعليمي المشترك بين الاهلي والجامعه الامريكيه متمثله في كليه اداره الاعمال، ودي هتقوم بطرح البرامج التعليميه في مختلف التخصصات الاداريه والرياضيه، والملتحقون هيحصلوا طبعا بمشروع الاهلي ده والجامعه الامريكيه هيحصلوا على شهادات معتمده من الجامعه الامريكيه، هتبدا ببرامج قصيره ودبلومه وبعدين ماجستير. طيب خلينا قبل ما نستكمل اخبارنا مع حضراتكم نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، لسه اخبارنا مستمره مع حضراتكم. يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. خليني بقى احكي لكم شويه، ادردش معاكم في قصه ماتش الاهلي وامبي في دوري الشباب. اللي حصل بالظبط في المباراه دي انه الاهلي كان متاخر بنتيجه 2-1، والمباراه دي كانت مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، تفرق معاه كتير في مشواره في البطوله. الاهلي كان متاخر 2-1، وكانت كوره حصل عليها حاله جدل، كان لاعيبه نادي الاهلي بتطالب ان الكره دي يتم احتسابها ركله جزاء، حصل يعني مشاده، توقف اللعب، تدخل كابتن عمرو انور المدير الفني للفريق واتكلم مع الحكم، حصلت مشاده بينه وبين الحكم، اتدخل فيها طرف ثالث الجهاز الفني لامبي، والموضوع تطور وكان مشكله كبيره. وبناء على التقرير اللي تقدم بيه كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للجنه التخطيط، لجنه التخطيط وطبعا بعد الرجوع لكابتن محمود الخطيب قررت ايقاف كابتن عمرو انور وإحالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.